اليوم حنجاوب على أسئلة المتابعين. وصلت لنا أكثر من 12,000 سؤال، وكل الأسئلة اللي راح تسمعوها اليوم حقيقية من جد، جات من المتابعين. خلينا نسمع السؤال الأول. إذا كانت الطائرة تطير والسيارة تسير والسفينة، ماذا تفعل السفينة؟ شيء. ليش تستحي؟ بصحي زيك. تبغى طفل خامس؟ صراحة أنا نفسي الطفل الخامس، لكن نسأل أم العيال. لا كفي. ليش ما أنت قهر؟ أنا ما أقهر. ليش أنت تحب الشوكولاتة؟ أنا أحب الشوكولاتة. ليش بتخاف من الصراصير؟ أعتقد كل أحد يخاف من الصراصير. ليش أنت كيوت؟ زوجتك حبك الأول؟ لازم أكون صريح معاكم، الجواب لا. قبل زوجتي كنت أحب أمي كثير، وإلى الآن أحبها. ليش أم أنس ما تطلع على اليوتيوب؟ أستحي شوية وما أبغى الناس يعرفوني. كم وزنك؟ 40 كيلو أعتقد. بسم الله الرحمن الرحيم، إيش هذا؟ مين تحب أكثر من إخوانك؟ جاد. هل النوم تحت الشجرة جيد أو لا؟ تحت الشجرة؟ إيه. ما أعرف، ما جربت. ليش أنت بس تتكلم إنجليزي؟ عشان ولدت في بريطانيا وعيشت هناك كل حياتي. ليش تصرفاتك طفولية؟ أعتقد لأني أنا ما زلت طفل بالداخل. لو جات لك أخت، إيش راح تسميها؟ يمكن ما أعرف أصلاً، ما أعرف. أنت بكيت لما تهكر حسابك بروبلوكس؟ لا كذاب. ايوه ممكن يجي يوم وتطلعي على اليوتيوب؟ ما اعتقد. ايش راح تسووا بعد ما يخلص الفيروس؟ اتوقع حنسافر كثير وحنخرج كثير، صح؟ ايوه. ليش ما تحب تتكلم قدام الكاميرا؟ بس ما احب. ليش ما عندكم خدامة؟ ما ابغى واحد ما اعرفها تجلس ببيتي. بتكملي بالقناة إذا كبرتي؟ أيوة طبعاً. كم مرة ضربت أنس ويوسف إيمان؟ ولا مرة. في طرق بديلة للضرب، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قد ضرب طفل، وبرأيه اللي يضرب شخص أصغر وأضعف منه جبان حتى إذا كان طفله. متى راح تتحجبي؟ أعتقد لما أكون 13 ولا 12. 13 أو 12؟ أيوة. ليش ما تجيبون حيوان أليف؟ عشان ما احنا قد المسؤولية، الحيوان لازم احد ينتبه له، واحنا نسافر فنحط الحيوان اذا سافرنا مثلا، صح؟ انا مرة ابغى كلب، بس بابا قال لا 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 too much work. ايش حتسوي بالكلب لما تسافري؟ حجيبه معايا. ليش انت تخجل كثير لما ترقص وبابا يصورك؟ ليش المكان في البيت دائما مكبكب؟ عشان الأطفال، كثير أطفال وصعب. هل واجهت صعوبة بالقناة؟ دائما نواجه صعوبات بالقناة باستمرار، لدرجة أني متعجب أنه إلى الآن إحنا صامدين الحمد لله. كم مرة كذبتي على أبوك وأمك؟ سر. تقدروا تعملوا أغنية جديدة؟ أيوة أكيد. أيوة. بيم بلا شرين تين تين كين بيم بلا شرين تين 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 ليش ما تحب سلايم؟ عشان في كيميكلز جوا وما احب. مالك كيميائية؟ ايه. ليش كذا اسنانك؟ ايش بها اسناني؟ عشان ما بيضتها وركبت تقويم؟ مو شرط نكون مثاليين على الشاشة. كنت سرقتي من مكان وبابا ما يدري؟ لا ويت، ايوه واحد مرة لما كنت 6 كنت في السوبر ماركت مع ماما وشفت محفظة باندا وحبيتها كثير، فحطيتها في سلة ماما بدون ما تدري. ليش ما تفتح قناة؟ ما ابغى افتح قناة اصلا، ما اعرف ليش. في حد منكم يلبس حفاضة؟ ايوه جادي وادي. ايه جادي وادي. اذا اليوتيوب حذفت قناتك ايش راح تسوي؟ تفضل الدراسة عن بعد أو حضوري؟ عن بعد. ليش؟
أحسن. حذوري عشان أكون أصدقاء. هل بداياتكم صعبة؟ إيوه صعبة، إحنا ما جينا من عائلة غنية، اضطرينا نجتهد ونتعب حتى نوصل لنجاح بعد توفيق الله، وإن شاء الله يوم من الأيام راح نتكلم عن الموضوع لأنه موضوع طويل. إذا أنا أخذت شوكولاتة حقتك إيش حتسوي؟ I'm gonna fight and I'm gonna get angry or I'm just gonna steal it off or just eat it when he's about to put it in his mouth and maybe that's it. إن شاء الله عجبكم الفيديو، مع السلامة. بحطها هنا لا حد يمسكها، إن شاء الله تحفزكم على مساعدتنا حول البيت.